وفي هذه اللحظات الحمله كريم تمت انطلاقه الشوط السابع في المجموع الرابع اشواط البكار الحقائق من مسافه 3 كيلومترات في سباق الاصايل الاسبوع لفئه الكبار. الثاني والناموس وصول السيد علي بن حمد القريصي على فوز كحيلان بثالث اشواط الجعدان الشوط السادس في المجموع. تهانينا والناموس على فوز كحيلان بالمركز الاول والتوقيت المميز في هذه اللحظات اللي في اول المراكز الحفل الكريم. هذه شوق للسيد الحاج محمد احمد البادري مع شوق في اول المراكز امل في ثاني المراكز في هذه اللحظات. هذه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي مع الشاهينيه في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصل عداله للسيد عبد الله بن حمد بن ملهيه واصل عداله في هذه الشوط في ثالث المراكز في هذه اللحظات. راقبوها جيدا عداله امل في رابع المراكز. هذه الشاهينيه للسيد جبر بن جاسم بن ربيعه الكواري في رابع المراكز. خامس المراكز هذه الظبي للسيد حمد بن سعيد بن طفله المري مع الظبي تسللت مباشره الى رابع المراكز. هذه العمالة للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المري مع العمالة تسلت مباشرة إلى رابع المراكز. إلى ثالث المراكز الشاهينية من الجانب الأيمن للسيد حمد بن راشد بن جبر الجبر النعيمي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذه الشاهينية أيها الحفل الكريم للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في أول المراكز أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات. هذه العمالة بتعود ملكية العمالة سيد حمد بن سعيد بن طفلة المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز أيها الحبل الكريم هذه شوق ويدعو ملكية شوق للسيد الحاج محمد احمد البادري مع شوق في هذه اللحظات في ثالث المراكز. عداله في رابع المراكز ويدعو ملكية عداله للسيد عبد الله بن حمد بن ملهي المري في هذه اللحظات في رابع المراكز يا الحبل الكريم. اما اللي في خامس المراكز هذه قمريه للسيد مريط بن سعيد بن مريط الهاجري وتبي تطير بالناموس. قمريه في هذه اللحظات في خامس المراكز ولكن الشاهينيه يا الحبل الكريم راحت الشاهينيه بالمركز الاول. يدعو ملكيه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز هذه العماله ويدعو ملكيه العماله للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المري مع العمالة في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه شوق للسيد الحاج محمد احمد البادري مع شوق في ثاني المراكز. رابع المراكز من الجانب الايمن هذه اللي في رابع المراكز عدالة ويدعو ملكية عدالة للسيد عبد الله بن سعيد بن ملهي مع عداله للسيد عبد الله بن حمد بن ملهي مع عداله. واصل شعار المعاضيد في هذه اللحظه في خامس المراكز. ميثاق للسيد عبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد في خامس المراكز. ولكن الشاهينيه ايها الحبل الكريم حتى هذه اللحظات هذه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في اول المراكز. العماله في هذه اللحظات في السله استللت في هذه اللحظات العماله ويدعو ملكية العماله للسيد حمد بن سعيد بن طفل المري. وهذه عداله تراقب الموقف عداله وتتربص بالموقف عداله وتتربص بالناموس عداله في ثالث المراكز. ميثاق في رابع المراكز للسيد عبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد. ولكن العماله في اول المراكز والشاهينيه من الجانب الايمن. هذه الشاهينيه وهذا الشعار المميز للسيد حمد بن راشد العلي حمد بن راشد الجبر النعيمي ثاني في هذه اللحظات في ثالث المراكز. ولكن هذه عداله سللت الى اول المراكز عداله للسيد عبد الله بن حمد بن ملهيه. ولكن الشاهينيه تحركت في هذه اللحظات ولما لا. هذا هو شعار العديد والعديد من الاسماء. هذه الشاهينيه ايها الحفل الكريم. تهانينا والناموس للسيد حمد بن راشد العلي حمد بن راشد الجبر النعيمي عفوا. تهانينا والناموس على فوز الشاهينيه بالمركز الاول. اما اللي في ثاني المراكز وصلت هذه عداله للسيد عبد الله بن حمد بن ملهي المري. وفي ثالث المراكز
وصلت أيها الحفل الكريم ميثاق للسيد عبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:40 وثمانية أجزاء من الثواني تهانينا والناموس للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي على فوز الشاهينية بالمركز الأول.